في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده. الحديث يقول: نقل المؤلف رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقال: إن المنفي هو الكمال. نعم، كمال الإيمان. النفي قد يكون للإيمان من أصله، وقد يكون النفي لكماله، مثل قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك تكون كافر؟ لا، تكون ناقص الإيمان. نعم. يقول: فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله. من اللي يقول يعني الشارع ينقله عن شيخ الإسلام تيمية؟ نعم، هذا صحيح، هذا كلام صحيح. نعم.